مشاهدينا السلام عليكم، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الثقافية من تلفزيون سلطنة عمان، والبداية مع أبرز العناوين. بالطرق التقليدية خطاط لبناني يقاوم هيمنة التكنولوجيا على الخط العربي. بطولات كأس العالم، مشاهد ثقافية وتراثية تحكي هوية البلد المضيف. الحرف التقليدية هي التي تعتمد على اليد باستخدام الأدوات البسيطة، وبالرغم من هيمنة التكنولوجيا على هذا المجال إلا أن الخطاط اللبناني رياض إشإش لا يزال مقاوما ومحافظا بعشقه لحرفة الخط اليدوي التقليدي. عشق للخط اليدوي التقليدي يحتفظ به الخطاط العربي رياض إشإش مقاوما به هيمنة التكنولوجيا المتزايدة بسرعة على هذا المجال. فبعد عشرات السنين من اقتحامه مجال الكتابة اليدوية العربية، لا تزال أعمال إشإش تجد اهتماما من الزبائن المفتونين بها في طرابلس بشمال لبنان. هلا قبل ما يكون في الكمبيوتر والفينيل وهيك، كانت كل الإعلانات تنعمل كتابة يد. كتابة يد. نشتغل يعني كيف بدي أقول لك، ما نلحق شغل. ما نلحق كتابة. أرميت أو شيء، شوف هيدا بده نشتغل له، نروح نأجله لتين يوم لحتى نروح نشتغل لواحد تاني أو إلى آخره. ويقول الفنان اللبناني إنه استلهم فكرة العمل في هذا المجال عندما رأى خطاطا ينقش بيده على لافتة قبل 35 عاما، ثم انتقل بعد ذلك للدراسة في معهد طرابلس المحلي، وقام بتطوير مهاراته الذاتية على مر السنين باستخدام كتب الخط والكثير من المراجع. ورغم أن كتابة الإعلان على الكمبيوتر قد تستغرقك وقتا قصيرا إلى حد كبير، إلا أن إشإش يعتقد أن جودة خط اليد مختلفة. بس هلأ حاليا على الكمبيوتر صارت إعلانها كلته بياخد 5 دقائق، بعدين ببقى فيه هالروح بالخط العربي كلته عم يطلع خط طباعي على الكمبيوتر، خط مسطر، لا روحانية فيه ولا في شيء من التراث اللي لازم يكون. وأعرب إشإش عن أسفه على إلغاء مادة الخط من المناهج الدراسية بعد أن كانت تدرس فيها من قبل خطاطين محترفين، ولا يعتبر إشإش الخط العربي شكلا من أشكال التراث الثقافي، بل ينظر إليه على أنه أساس للدين ولكل من يتحدث اللغة العربية. ربما يتساءل البعض عن الفوائد الأخرى التي قد تجنيها الدول المستضيفة لبطولات كأس العالم إلى جانب العوائد المادية. التقرير التالي يوضح كيف استغلت روسيا استضافتها لهذا الحدث في استعراض أهم أيقوناتها الثقافية والتاريخية. تتنافس العديد من الدول لاستضافة بطولة كأس العالم. ترى هل الغاية الأسمى من ذلك هو الربح المادي؟ وفقاً لدراسات سابقة، تبين أن الهدف الأول لكل بلد مستضيف هو استعراض تراثه وثقافته وهويته. وقبيل انطلاقة بطولة هذا العام، جمعت روسيا زوارها في العاصمة موسكو التي تحتضن أبرز معالمها الثقافية والتاريخية، مثل الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل والكريملين ومسرح البولشوي. الحفل الذي أطلق عليه سيمفونية الغاية قدمته فرقة أوركسترا مسرح ماريينسكي الروسية بقيادة المايسترو الشهير عالمياً فاليري جيرجييف وبرفقة عازف البيانو دينيس ماتسويف، واعتزازاً بهما كأيقونتين فنيتين تم تنصيبهما كسفيرين لبطولة كأس العالم 2018. مقطوعة الحركة الأولى من كونشيرتو ألفها الموسيقار تشايكوفسكي كانت واحدة من أجمل الروائع الموسيقية الكلاسيكية التي عزفتها فرقة الأوركسترا. وفي الحفل أيضاً قدمت روسيا أبرز مؤدي الأوبرا لديها مثل السوبرانو ألبينا شاغيموراتوفا.
الذي استمر ساعتين اختتم بالمعزوفة التقليدية الأكثر شعبية لدى الروس، والتي يطلقون عليها كالينكا. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. واريس كريم فنان نيجيري يبلغ من العمر 11 عاما يبدع في رسم لوحات فنية مفعمة بالحياة. لقد حظيت الأحجار الكريمة منذ القدم بالاهتمام الكبير بين الحضارات البشرية وحتى وقتنا الحاضر. فهذه ولاية كاشين في بورما التي تستخرج منها تلك الأحجار الثمينة، وخاصة حجر الكهرمان الذي يحتوي معظمها على متحجرات تعود إلى ما قبل التاريخ. في سوق واقع في أطراف ميتيكينا عاصمة ولاية كاشين في بورما، يمكن العثور على الكهرمان أو العنبر الأشهب في كل مكان. يعرض بعض البائعين قطعا من هذه المادة العضوية المتحجرة الشفافة، تستخدم منذ العهود اليونانية القديمة في صنع الحلي. ويبحث الجامعون والعلماء خصوصا عن القطع التي تحبس في داخلها متحجرات مما قبل التاريخ، ويمكن أن يصل ثمن هذه القطع إلى 100,000 دولار. حتى وإن كانت القطعة لا تحتوي سوى على نملة أو بعوضة فإنها تكون مهمة. ومع أن الكهرمان موجود في مختلف بقاع العالم، يقول علماء المتحجرات إن ذلك الموجود في ولاية كاشين البرمية لا يشبهه شيء. في العام 2015 أخذ الباحث ليدا تشينغ معه إلى الصين جزءا من ذيل ديناصور عمره 100 مليون سنة حفظ داخل قطعة كهرمان. المنطقة التي يستخرج منها الكهرمان في كاشين هي الوحيدة في العالم التي تحتوي على كهرمان يعود إلى العصر الطباشيري، ما زال يستخدم تجاريا. في هذه المنطقة ليس من السهل أن يبحث المرء عن قطع الكهرمان، فالمعارك تدور فيها بين الجيش البرمي والانفصاليين. وقد أسفر هذا النزاع في السنوات الماضية عن نزوح 100,000 شخص من السكان، واليوم لا يجرؤ سوى صيادي الكهرمان المحنكين على الاقتراب. شارع قصر الشانزليزية واحد من أشهر وأجمل شوارع العاصمة الفرنسية باريس والعالم، ويعد وجهة سياحية جاذبة لما يتوفر فيه من وسائل ترفيهية وثقافية متعددة، حيث تم تحويله إلى دار سينما عملاقة مفتوحة في الهواء الطلق. الشارع الأشهر في باريس الشانزليزية تحول إلى دار سينما عملاقة مفتوحة في الهواء الطلق. وفي وسط هذا الشارع الذي يعج بحركة المتسوقين وتصطف الأشجار على جانبيه، وضعت شاشة عرض وصفوف من الكراسي، وعرض الفيلم الفرنسي الكلاسيكي لفيزيتور، وشاهده 1700 شخص جرى اختيارهم عبر قرعة. وخلال هذا العرض غير المعتاد ظهر الممثل الفرنسي جون غينو الذي يؤدي دور فارس في الفيلم. ونظم هذا الحدث ضمن فعاليات المهرجان الوطني للسينما الذي يتيح للمواطنين فرصة الذهاب إلى السينما بسعر تذكرة مخفض يبلغ 4 يورو. من تفاصيل الحياة المرهقة المليئة بالحيرة والظروف القاهرة الممزوجة بالأمل الضئيل، تسطع إبداعات فنية فريدة تتسم بالواقعية الشديدة لدقة تفاصيلها واحترافيتها. التقرير التالي من ولاية لاغوس النيجيرية، نتعرف من خلاله على موهبة المبدع واريس كريم للأحد عشر عاما، فلنتابع.
من هذا الحي الذي تجتاحه مظاهر الفقر في لاغوس التي تعتبر إحدى أكبر المدن اكتظاظا بالسكان في نيجيريا، يبدع واريس كريم ذي 11 عاما في رسم لوحات فنية مفعمة بالحياة. بدأ واريس هواية الرسم في سن 6 من العمر، ثم اتخذها مهنة عند 8 ليصبح بذلك أصغر فنان محترف في نيجيريا. وما يميز أعمال الفنان الصغير الواقعية التي تتجلى في رسوماته والتي تكاد أن تنطق لقربها منه، فهو يولي اهتماما كبيرا لأدق التفاصيل. أحاول التركيز في أعمالي على التفاصيل، والذي قد يراه البعض مجرد صورة فقط، فيما يراه الآخرون رمزا غير ظاهري. وبالطبع الأعمال الواقعية تتطلب الكثير من الصبر. ويحاول واريس أن تعكس أعماله تجاربه الشخصية وليس جمال التفاصيل فقط، مثل ما فعل في إحدى لوحاته والتي أطلق عليها خبز اليوم. ويمارس واريس الرسم لتطوير مهاراته في استوديو صغير. إلى جانب ذلك، فهو طالب في إحدى الأكاديميات الفنية في نيجيريا، حيث يشيد المعلمون بقدراته الفنية ويعتقدون أنه أكثر موهبة بين زملائه. يمكن لواريس أن يذهب بعيدا عن توقعاتنا، ونحن مؤمنون بما يقوم به ونعتقد أن يكون له اسم في المستقبل. ويأمل المحترف الصغير أن تعرض أعماله في جميع أنحاء العالم والمتاحف الدولية، ليقينه بأنه يتخذ الخطوات الصحيحة للوصول إلى الشهرة العالمية. وقبل ختام النشرة الثقافية، هذا تذكير بأبرز العناوين. بالطرقية التقليدية، خطاط لبناني يقاوم هيمنة التكنولوجيا على الخط العربي. بطولات كأس العالم، مشاهد ثقافية وتراثية تحكي هوية البلد المضيف. وصلنا إلى ختام نشرتنا الثقافية، تقبلوا تحيات فريق العمل وإلى لقاء.